قضاء في هذه اللحظات. استعدادات لانطلاقة هذا الشوط. فتحت البوابات واندفعت الانتاج عمر الثلاث سنوات التي لم تربح في شوطنا الثاني على مسافة 1600 متر على بركة الله تعالى. أداء في المركز الأول، المركز الثاني لجوهرة الصلهام، المركز الثالث لسنية في محاولة للتقدم في المركز الثالث في هذا الشوط. وكذلك أشاهد الآن الفهيدي يتقدم والتراجع يأتي من رقم 9 البيك في هذا الشوط إلى المركز السابع، ولا زالت الصدارة لأداء. أداء يحافظ على الصدارة جوهرة الصلهام في المركز الثاني. كذلك من هال نجد يتقدم إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. وأشاهد أيضا رقم 6 نايف الخيل يتقدم في هذه اللحظة مع الخيال عبد العزيز الموسى. وهنا المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات، وأداء في محاولة للتقدم والمحافظة على الصدارة مع محمد إدهم. هنا المطاردة تأتي من هال نجد في المركز الثاني، من هال نجد في محاولة للتقدم مع لويس موراليس في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، بدأت الإثارة في هذه اللحظات مع الاقتراب من خط النهاية والمنعطف الأخير. مشاهدينا متابعينا الكرام، بدأت الإثارة. أداء في المركز الأول يحافظ، ومن هال نجد يأتي من هال نجد في محاولة للتقدم. مشاهد نايف الخيل يحاول أن يتقدم من نمر الرغمة من الخارج يأتي الآن في هذه اللحظات. أداء يحافظ كذلك من هال نجد ونمر الرغمة. نمر الرغامة يأتي من الخارج الآن. أداء يحافظ أداء نمر الرغامة من الخارج. نمر الرغامة يأتي وأداء يحافظ في المركز الأول بكل قوة مع المشاركة الثانية. ما شاء الله تبارك الله، رغم المحاولات من نمر الرغامة في اللحظات الأخيرة إنما أداء